Non, Rami, c'est trop facile pour toi. السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتا اللي في الغربه. رمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. قبل ما نتكلم خوتي على موضوعنا رامي بالسبعيني والتالق الرائع نتاعو، بين نرجعوا الموضوع يهمنا ايضا اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب. نبيل بن طالب بصفه رسميه رايحين يفعلوا بند الشراء العقد نتاعو نادي نيوكاسل من شالك 04، رسميا راح يدخل ضمن مخططات مشروع نادي نيوكاسل بقيادة الملك سلمان أمير السعودي، ولا الملك السعودي اللي شرى نادي نيوكاسل راح يدخل ضمن مخططات نيوكاسل بصفة رسمية، وراح يسنيرو يمضولو عقد شراء بصفة رسمية من بند، يعني يفعلوا بند الشراء، هو إعارة لنادي نيوكاسل من نادي شالك، راح يكون بصفة رسمية بند الشراء، وراح يمضيوا له في الأيام القادمة، راح يمضوا له ويكمل في نيوكاسل بصفة عادية لاعب يحمل قميص نيوكاسل. إذا مبروك نبيل بن طالب لانتقال نيوكاسل بصفة رسمية، ومزيد من التألق نعرف البروجي تاع المشروع نيوكاسل راح يتوسع، وراح يكونوا لاعبين كبار ومدربين كبار، ممكن اسم كبير، مدرب كبير، احتمال يكون بوكوتينو المدرب السابق لتوتنهام، راح يكونوا اسماء ثقيله في تشكيله نيوكاسل. وانا صراحه اذا عاد بوكيتينو هذا حاجه ايجابيه بن طالب، انه يعرف نبيل بن طالب في نادي توتنهام، وابعاده من نادي توتنهام ليس كره في بن طالب، قضيه اصابه اللاعب هي اللي انهات المسيره نتاعو، وهما كانوا رافضين انه يروح يلعب في كوب دافريك، من اصابه كوب دافريك اللي اثرت عليه وابعدته من نادي توتنهام. اذا حظ موفق لنبيل بن طالب، ولما لا مزيد من التالق والعوده لابواب المنتخب الوطني. كما شفتوا كما قال صوفيا فيغولي على رامي بن سبعيني، هذا هو رامي بن سبعيني اللي يحبوه. رامي بن سبعيني أدى مقابلة رائعة بامتياز. رامي بن سبعيني لعب وهو صائم عكس بعض الجهة المقابلة اللي يقلبوهم النار. كارفاخال أحسن من كارفاخال، ورمضان ما يصوموش للأسف. أنا اليوم ممكن كلامي شوية يعود جارح، لكن أنا جارح بالنسبة للإعلام الفاسد، الإعلام المغربي الفاسد اللي هاجموا محرز بدون سبب. محرز ما تكلمش خلاص على المغرب، على الشعب المغربي الكريم الطيب، تكلم على جالية عادي دي كارتي في بعضهم صحاب وخاوه، وواحد يضحك على واحد وواحد ينرفز واحد. ما كنرجع للقضية، مش باش نبرر ولا ندافع على محرز، كلام محرز واضح بصح، اللي اصطادوا في المياه العكيرة، الإعلام الفاسد المغربي اللي اصطاد في المياه العكيرة، وبعض اللي يسموا رواحهم لاعبين الدوري المغربي اللي كسروا لنا راسنا كيما بانوح وجماعته وروح يسبوا في محرز. بانوح انت الفاشل التافه تسب في محرز، بانوح الفاشل. وعندي اللايف اللي مع اعلامي يسمي روحه اعلامي مغربي وروح في التلفزيون، بصح منها باش ما نكبرش الحكايه وما نديرهاش كانها فتنه ونديرها موضوع حرب وكذا، لان علاش الشعب المغربي يحب الشعب الجزائري، والشعب المغربي شعب طيب وكريم، والشعب المغربي هو عارف الاعلام نتاعو الفاسد، عارف الاعلام نتاع مشاكل، عارف الاعلام نتاع الفتن، يعرف الشيء هذا، لانه ما نسقش مع هذا الفاشلين التافهين، اعلام فاشل منبطح، لاعبين نتاع زوز دور وتقال روحك بمحرز. اذا ما كان لهن عندي الفيديو، ما كان لهن نرجعوا لهم، لانهم ناس تافهين، اعلام تافه. اما من جهه المقابله انا ما نتكلمش على الاعلام الجزائري، لا الاعلام الجزائري معروف وعندي اكثر من 3 سنين وانا نتكلم على الاعلام المنبطح، الاعلام الشتاء حاشا البعض. احنا ما نهضرش على اضعف اعلام في الدول العربيه والافريقيه هو الاعلام الجزائري، هذا يعرفها العام والخاص. ولد بلادهم يسبوا فيه يقول لك مجرد حمله شرسه في الفيسبوك، مجرد حمله شرسه في الفيسبوك، وهم الاعلاميين مغربيين يسبوا فيه معرف. حتى اعلام ثاني حمله فيسبوك، لانكم ناس فشله، لانكم ناس تكرهوا حقوديين، تشدوا الحقد
لكل بيناسيونو، ناس معروفين، اعلام فاشل، اعلام معروف. كنتم كمسلسلات نتاعكم، مسلسل في رمضان داروه ضد اللاعبين المغتربين، معروفين، خرجت عن الاطار. لان علاش انا ما نحبش الاعلام هذا الفاسد هذا اللي يهاجم في محرز. ندوكم اعلام البديل هو اليوتيوبر والفيسبوك والاعلام البديل. حنا غالب ما عندناش اعلام، حنا كون بعشر يعني كون يجينا حرب الاعلام نخسروا في الاعلام، بالاعلام نخسروا، ما عندناش اعلام. لا غالب اعلام منبطح، اعلام شيات، اعلام تاع مصالح حاشا البعض. الاعلام البديل كاين، عندنا اليوتيوب وعندنا الفيسبوك، والله ما يرحمكم. الاعلام الفاسد المغربي، مش نحكم نحكي على الشعب، مش ما يقولوش هاك دير في الفتنه. الشعب المغربي هاو حقه هنا، حقه فوق راسي. اما الشيات، اما الاعلام الفاسد، والله ما انا والله ماني طالق. بانوح انت تسد محرز، بانوح الفاشل، بانوح اللي يلعب في بطوله البيع والشراء نتاع الكاف، ها اللي عندكم لقجع اللي يشريكم لي ماتش ويشريكم الاربيتراج، تجي تحكي على محرز مصمص فمك يجي تحكي على محرز. نرجع الموضوع تاعنا قوس، نرجع الموضوع ما يهمنا اليوم، موضوعنا على ابن الجزائر رامي بن سبعيني كما قلت صائم. هما باش نتفاهموا، عادات الجزائريين، لاعبين الجزائريين، رمضان شيء مقدس، فلسطين ورمضان خط احمر، فلسطين ورمضان خط احمر. جزائريين معروفين في العالم كامل خاصة في رمضان، اتونسيون، مهما يكون اسمك لاعب كبير مش لاعب كبير، رمضان خط احمر. الشيء اللي داروه محرز في رمضان عاود كرو رامي بن سبعيني، الصيام واللعب وانت صائم والعطش والحرارة والبو، الله يسهل. عزة الشهر الفضيل هذا، قدسية الشهر الفضيل هذا، هو الجزائري، هذا هو الجزائري، لا غالب هذا هو الجزائري. الا رمضان تلعبلوش لي سنتيمو، الا رمضان والو. من جهه المقابل راكم شفتوا مازلتش نحكي. رجعوا رامي بن سبعيني، رامي بن سبعيني اعطى كره جميله لترا تيرام، سجل هدف، طريقه رزينه، يحبس كل البالون تاعو، اعطاها له طريقه رائعه، ضربه جزاء. عاد هو اخصائي نادي غلادباخ، مونشن غلادباخ، هو الاخصائي، سجل ضد الباير وسجل ضد فرانكفورت، لأن معروف رامي بن سبعيني في ضربات الجزاء، رغم أنه الحارس مشى في الجهة تاعو. أنا قلت لكم الصيام، العطلة الطويلة تاع كورونا، المرض هذا تاع كورونا، الصيام، يعني داخل العديد من الأمور. إذا رامي بن سبعيني دا يعني أعلى نقطة داها في المقابلة كامل، في المقابله نتاع فرانكفورت، اعلى تنقيط لرامي بن سبعيني، برافو. انا صحيح ممكن انتقدت رامي سابقا، انتقدناه على طريق توظيفه في منصب ضعيف فيه صراحه، لما يلعب كمدافع محوري مع ماندي دار العديد من الهفوات، العديد والعديد من الهفوات، ارشيف كاين، واللي يحب يتاكد يتاكد. حنا ماناش ضد بن سبعيني، تكلمناها، توظيفه في المنصب هذاك ضعيف، ضعيف، بصح كي افونسا اريار غوش نقصت الاخطاء، هاش كاين اخطاء قليله. كوب دافريك شويه مع النرفزه، ويتنرفز شويه، عنده النرفزه مع الحكام شويه، الافارقه، وحنا تعرفوا اخي ما عندنا لا ما عندناش يضرب عينا في الكاف، شويه تنرفز يعني، بخلاف النرفزه دور تاعو بسهولة، يلعب ببساطة بسهولة، لعب بسيط سهل، يدي في الدورة تاعو كما ينبغي. أخطاء قلت، ما كانش نقصت، عاد معدومة قليل، أخطاء قليلة، يسجل بالراس، يسجل في الركنيات، ضربات جزاء، يعني تحسن. علاش؟ أول حاجة تلعب في فريق كبير غلادباخ، هذا شيء مفروغ منه، وخرج من البوست اللي كان قديم، بوست فيه ما يساعدش رامي بن سبعيني. هذه حقيقه، الله غالب. حنا كي نهضروا بان الناس اللي حنا كنا نهاجموا في بن سبعيني، دركا كي نهضروا الحقيقه نشكروا رامي، راك تشيط رامي وراك عندك دوبل فاس. حنا ما عندناش دوبل، حنا قلنا رامي بوست نتاعو ماهوش مدافع محوري، ظهير ايسر يطيح عليه اكزاكت،
ظاهر ايسر يمد المستوى مقبول، يقلل الاخطاء تقل، ما تعودش كاين اخطاء كثيره. اليوم رامي بن 70 يعجبني. علاش عجبني؟ رامي ما دارش اخطاء، لعب بكل سهوله، ما اثرش عليه الصيام، ما اثرش عليه هذه المده الطويله تاع العطله تاع كورونا، لعب براحه تامه وبذكاء، لعب بذكاء، وكي خرج سجلوا هدف من الجهه تاع رامي، خرج رامي سجلوا هدف. هذا البيان باللي رامي مثبت براسو، بلاصتو اسيري بعد، المكان تاعو واحد ما يناقشوا فيه، مكان تاع رامي واحد ما يناقشوا فيه، قطعه اساسيه في جلادباخ، قطعه اساسيه في مونشن جلادباخ. اذا في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم وصحه فطوركم وصحه سحوركم.